الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من أراد أن تقضى له شيء أو أشياء يقرأ آية الكرسي 41 مرة، الكرسي وراء صلاة العشاء 41 مرة لقضاء شيء معين أو أشياء. آية الكرسي 41 مرة وراء صلاة العشاء، وتنوي ماذا تريد يقضى إليك إن شاء الله. تقوم بالطريقة يوميا وترى العجب إن شاء الله. آية الكرسي تقضي الأشياء إن شاء الله. تقرأ 41 مرة وتنوي الشيء الذي تريد. هذا كل شيء. أتمنى الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.